في مافيا كبيرة شغلتها جوه كل أزمة إنها مش بتفكر غير بطريقة واحدة، وهي إنه إزاي تحول الأزمة دي أو إزاي تحول الوقت الصعب ده لمكسب شخصي فردي. المافيا دي هتلاقيها بقى في كل حاجة، من أول الأكل والشرب، السكر والبصل، للذهب والدولار، أي حاجة تجيب فلوس. المافيا دي ممتدة بقالها فترة في عالم الرياضة. طايفة سماسرة شغلتها توقع الشباب اللي عايز يحترف بره في دنيا الكورة وتبيع لهم الوهم، تديهم بقى عقود احتراف بقى وهمية وتوهمهم بالدولارات وتوعدهم بالدولارات اللي هيلموها من الاحتراف. مدخلهم دايما هو عقود احتراف وهمية، بيصطادوا لعيبة بتاعت أندية الدرجة الرابعة ومراكز الشباب والأكاديميات، ياخدوا منهم فلوس يسافرون بره مصر، وهناك بقى يطلع ولا في عقد ولا في نادي. النصاب مش هيعمل كده مع لعيب من الاهلي مثلا ولا زمالك، لا، بيروحوا للانديه دي يصطادوا بقى الشباب الصغير اللي عنده احلام وطموح. الحقيقه هذه مافيا تهريب لازم ناخد بالنا منها، وغالبا خدوا بالكم بتاخد الشباب دول على بلد زي تركيا، وهناك يروح ما لاقيش اي حاجه يعملها، يضطر بقى يشتغل اي شغلانه باي فلوس ويعيش في اصعب ظروف، لانه بيكون لم كل الفلوس اللي يقدر عليها عشان يديها للسمسار، فما حلتوش حاجه هو واهله. الفيزيتا بتاعت النصاب مش اقل من 500 دولار على الشاب الواحد. عده النصاب هي الاقناع، الكلام الحلو والاقناع، الاحلام الوهميه الكبيره. بتكلم مع الموضوع ده النهاردة عشان أنا سمعت عن حالات كتير اتكررت، وفي ناس من الضحايا اتقلبوا هم كمان لنصابين وعملوا شبكة مع موظفين أتراك في أندية هناك، وبقى كل شغلة الشبكة دي إنها توقع الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي ويصطادوا الشباب بمبالغ كبيرة. لازم ناخد بالنا من شبكات النصب دي، لازم ندور على طريقة نأمن بيها خروج المواهب للاحتراف بشكل حقيقي. في دول أصلا اقتصادها بيستفيد من احتراف لاعبتها بره، زي مثلا البرازيل، زي الأرجنتين، دول أفريقية كتير عندها آلاف المحترفين في كل دول العالم. فهل ممكن يبقى في جهة بتنظم خروج واحتراف الشباب بتوعنا بره مصر؟ يعني احنا بلد مليان مواهب، كل اللي محتاجينه الفرصة والتنظيم.